في تجارب بيتقال عليها تجارب ملهمة، ودايما منتظر من القوى العظمى في كرة القدم انها تقدم مردود قوي وتكون حاضرة لمنافسة في اي بطولة كبرى، لكن لما يحصل ده من القوى الصغرى وتكون حاضرة بقوة وتقدم مستويات اكتر من رائعة، لابد ان احنا نقف ونحيي ونحترم ونقدر حجم المجهود المبذول والرؤية، ونحاول نفهم ازاي الناس دي قدرت تتحرك لقدام وتخطط. ويمكن لو بصيت مع حضراتكم لبطولة أمم إفريقيا الأخيرة، لابد ان انا الحقيقة احيي جدا كل القائمين على منظومة كرة القدم في بوركينا فاسو اللي قدموا مردود أكتر من رائع ونجحوا في وصول الدور قبل النهائي. لابد أن أنا أحترم جدا تجربة جامبيا اللي كانت بمثابة حصان أسود في البطولة، غينيا الاستوائية اللي قدمت مردود أكتر من رائع، وكلها منتخبات ما عندهاش تاريخ كبير لكنها كانت حاضرة وبقوة في البطولة وكان عندها قدرة على أنها تلعب ماتشات مهمة جدا وتحقق نتائج كويسة جدا قدام عمالقة أفريقيا. وبالمناسبة دي هيكون معانا البلجيكي توم سانفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا لكرة القدم، وهو بالمناسبة مدير فني بلجيكي. طبعا بداية بشكرك على ظهورك على شاشة الأهلي وعلى وجودك معنا في السادسة، وأهلا بك. السلام عليكم. Thank you. السلام عليكم. شكرا جزيلا لاستضافتي. من دواعي سروري ومن دواعي الشرف أن أتواجد معكم على قناة النادي الأهلي العظيم. الأهلي نادي كبير وأظهر قوة كبيرة في كأس العالم للأندية في الإمارات، فريق قوي جدا ومدير فني قوي جدا، مبروك لكم على هذا الأداء. طيب بداية خليني أعرف إيه اللي شجعك أنت شخصيا على أنك أنت تاخد قرار أنك تتولى مستوى تدريب منتخب جامبيا، وإزاي شفت التجربة وإزاي قدرت تخطط أنك أنت تطور مستوى المنتخب الجامبي بالشكل اللي ظهر بيه في بطولة أفريقيا؟ حسنا شكرا لك. في يوليو 2018 توليت مهمة تدريب جامبيا. كانت جامبيا في مركز متأخر في التصنيف العالمي. جامبيا الآن لم تكن قد لعبت مباراة خلال 5 سنوات، وكان الأمر صعب جدا بالنسبة لي. خمس سنوات بدون انتصار واحد، فكانت مهمة صعبة جدا. فأعتقد أني قمت بالفحص على الإنترنت وبحثت كثيرا. من سبتمبر 2019 أمام الجزائر، وحينما أيضا واجهنا بنين، كان الأمر صعب جدا علي حينما توليت المهمة، ولكن تحدثت مع المسؤولين في الاتحاد الجامبي وقاموا بالفعل بتنفيذ كل المتطلبات التي سألتهم. ولكني بالفعل لدي العديد من المواهب الشابة، والأهم من ذلك هو التنظيم الذي تحلى به الفريق على أرضية الملعب. لدي فريق جيد جدا على المستوى الفردي من الناحية البدنية، فريق منظم جدا من الناحية الدفاعية، منظم جدا من الناحية الهجومية، فريق متكامل من وجهة نظري. وكان هذا هو الأمر الأهم لنواجه الفرق الكبيرة ونقع في مجموعة صعبة في بطولة إفريقيا، وقد أدينا بالفعل أداء جيدا كما لاحظ الجميع. بعد العروض القوية اللي قدمها المنتخب الجامبي في البطولة، هل في عروض للعيبة جامبيا للاحتراف الخارجي؟ وهل أنت شخصيا تلقيت عروض سواء من داخل إفريقيا أو من خارجها لتولي مسؤولية التدريب في أندية أو منتخبات إفريقية؟ نعم بالطبع. بالنسبة للاعبي، تلقى اللاعبين العديد من الاتصالات من وكلاء اللاعبين. عمر كوري تلقى من سامدوريا، ولدي لاعبين بالفعل يلعبون في دوريات قوية في أوروبا، ولكن العديد من اللاعبين المحليين تلقوا العديد من العروض في السعودية وفي إيطاليا، والعديد من اللاعبين التي تلعب في دوريات أدنى تلقت العديد من العروض من دوريات قوية. وبالنسبة لي ترددت بعض الشائعات، واسمي تردد في العديد من البلاد مثل تونس وأيضا في غانا وبعض الأندية الأوروبية وبعض الأندية في الخليج كقطر والإمارات والسعودية، ولكن لا يوجد شيء رسمي حتى الآن، كلها شائعات. أنا أركز الآن مع منتخب جامبيا.
أنا أركز الآن أن نصعد لكأس العالم وأركز معهم. أنا أرفض كل العروض الآن وفي هذه اللحظة تركيزي الأهم على جامبيا ولا يوجد أي شيء جدي حتى الآن. تقييمك للبطولة بشكل عام من ناحية المستوى الفني، من ناحية قدرة الكاميرون على استضافة البطولة، من ناحية جاهزية الملاعب، من ناحية ملف التحكيم، إزاي شفت بطولة الكاميرون 2021؟ حسنا، هذا الأمر صعب جدا أن نحكم عليه. من الصعب أن تذكر السلبيات، سامحني سأذكر فقط بعض الإيجابيات. الملاعب كانت جيدة بالنسبة لنا، المناخ كان جيدا، كان يوجد العديد من المشجعين في المدرجات. من جامبيا كان يتواجد من 6,000 إلى 10,000 في كل مباراة لنا. في كنا نلعب في مدينة دوالا، كانت مدينة قريبة، فبالتالي كان الأمر. وبالنسبة لنا الفنادق كانت جيدة نوعا ما. أعتقد أن الملاعب في دوالا لم تكن جيدة لكل الفرق المشاركة، ولكن بالنسبة لنا كان الأمر جيد، كان يمكن أن يكون أفضل بالنسبة للجميع، ولكن في المجمل البطولة كانت جيدة بالجمهور. التنظيم كان احترافي نوعا ما، لكن لم يوجد بعض التحكم في الجماهير خارج الملعب، ولكن على العموم التنظيم كان جيد ولا يوجد الكثير يذكره بخصوصه. إذا كنت تابعت مباريات المنتخب المصري في البطولة وخصوصا المباراة النهائية، يعني أنت أكيد تعرف أنه المنتخب المصري هو الفريق الوحيد اللي يعني واجه مشوار صعب جدا عشان يوصل للمباراة النهائية، والتقى بكبار افريقيا بدايه من كوت ديفوار، مرورهم بالمغرب ثم الكاميرون ونهايه السنغال. يهمني اسمع وجهه نظرك الفنيه، ايه اللي كان ينقص المنتخب المصري عشان يتمكن من تخطي السنغال في المباراه النهائيه ويحقق اللقب؟ حسن، انا احب فريق مصر، منتخب مصر جدا. اعرف كارلوس كيروش من 2012 حينما كنت في الكويت، كنت ادرب منتخب اليمن، وكان لدينا معسكر في الكويت، وكان مستر كارلوس كيروش مدير فني لمنتخب ايران، وكان معي في نفس المدينه. هو مدرب رائع، شخص رائع على المستوى الشخصي، وايضا اعتقد انه ادى بشكل جيد في البطوله. العديد من الاراء توقعت الجزائر، توقعت الكاميرون، توقعت نيجيريا، توقعت السنغال لتكون في المربع الذهبي، ولكن وهذا لان هذه الفرق لديها الجوده العاليه، ولكن مصر الان لديها افضل لاعب في العالم، لديها محمد صلاح. فاعتقد ان مصر ادت بشكل جيد. مصر من اكبر الاسماء في افريقيا الا تكن الاكبر. أعتقد أن المباراة حينما وصلت إلى ركلات الترجيح كان الأمر صعب جدا. إذا نظرت إلى مستوى نيجيريا والجزائر وغانا وتونس، ستجد أنك العديد من الفرق قد خرجت بالفعل، العديد من الفرق خسرت قبل الصعود لنصف النهائي، لم تبلغ النهائي، لكن مصر تغلبت على الكاميرون في الكاميرون. هذا أمر كبير. الأمر احتاج فقط لقليل من الحظ أمام السنغال. لاعب السنغال أيضا فريق كبير، ولعب في بطولة عام 2019 في مصر أمام الجزائر، وكان على وشك الفوز بالبطولة. وربما الخبرة فرقت لصالح فريق السنغال، وربما هذا هو العنصر الذي يحتاجه الفريق المصري، واحتاج ايضا الكثير من الحظ امام السنغال. نصيحتك والفرقتين هيتقابلوا في مواجهه مهمه جدا للحصول على تذكره التاهل لكاس العالم الشهر المقبل، نصيحتك لكارلوس كيروش ولمنتخب مصر لتجاوز عقبه السنغال، ايه اهم نصيحه تحب توجهها لكارلوس كيروش؟ أعتقد أنه أدى بشكل جيد. أعتقد أنه تعامل مع جودة لاعبي السنغال بشكل جيد في النهائي. أعتقد أن كارلوس كيروش استطاع أن يصل بالنتيجة لـ0-0 في النهائي لمدة 120 دقيقة، ولكن إذا استطعت أن تلعب بقوة وبشجاعة في مباراة العودة في السنغال، الأمر سيكون مهم جدا للاعبي المنتخب السنغال. أعتقد أن منتخب مصر يستحق التأهل لنهائيات كأس العالم في قطر.
اعتقد ان خساره النهائي من السنغال ربما تكون حافزا للفريق المصري، لان فريق السنغال الان سعيد بالفوز، ولكن اعتقد ان مصر يجب ان تلعب بنفس الطريقه بنفس الروح. اعتقد ان المنتخب المصري منتخب المصري قادر على استيعاب قوة منتخب السنغال. منتخب السنغال لم يبلغ منتخب مصر لم يبلغ المرمى السنغالي إلى 3 مرات، ولكن الروح التي تحلى بها الفريق جعلته لم يخسر في المباراة النهائية. هسيب معاك جامبيا ومصر والسنغال وأفريقيا كلها وأروح معاك لبلجيكا. وانا شخصيا من الناس اللي يعني بتعشق اسكواد المنتخب البلجيكي، وبشوف انه يستحق انه يكون على منصه التتويج متى يحقق منتخب بلجيكا بطوله كبرى. الو أعتقد أن بلجيكا هو واحد من أكبر الفرق في العالم الآن، وهو كان أفضل فريق في العالم في 2018. كان لدينا الفريق المؤهل بالفعل في كأس العالم في روسيا ليكون بطل العالم، ولكن خسرنا أمام فرنسا في قبل النهائي. لكن الآن الفريق أي نعم جيد، ولكن ليس نفس الفريق الذي كان من قبل. اللاعبين المميزين كفينسنت كومباني فيرمايلن، كان لدينا ايضا هازارد الان يكافح ضد الاصابات، لدينا دي بروينا، ولكن الفريق الان لا اعتقد اننا نستطيع ان نكون رقم واحد في البطولات الكبرى وخصوصا في قطر في كاس العالم. اعتقد اذا وصلنا لربع النهائي سيكون الامر جيد، ولكن إذا كان لدينا فريق كما كان في 2018 فأظن أننا كنا سنتأهل. البلجيكي توم سينفيت طبعا مدير فني لمنتخب جامبيا، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك في الفترة اللي جاية، وخصوصا الحقيقة أنك قدمت تجربة مهمة جدا وملهمة في نفس الوقت مع منتخب جامبيا، مع شيكو واحد من نجوم الجيل الذهبي للنادي الأهلي اللي غاب يمكن لفترة طويلة جدا. بنوعد حضراتكم بفقرة مهمة جدا فيها كتير من النوستالجيا وفيها كتير من الكلام على الأهلي في بداية الألفية اللي حقق فيها إنجازات كتيرة جدا، قبل ما نروح طبعا لماتش الهلال وبداية مشوار جديد في الشامبيونز ليج. بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة.